هي دي اهم حاجه الحقيقه انا بحب دايما اتكلم عنها. انا راجل التخصص بتاعي اداره المشروعات، واي مشروع بيمر بخمس مراحل. طبعا حضراتكم يعني اعلم مني بذلك، لكن اذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. اي مشروع بيمر بخمس مراحل. المرحله الاولى الانيشيشن، اللي هي مرحله التفكير والانشاء والتقرير، ما اذا كنا هنعمل المشروع ده ولا لا. ثم مرحلة البلانينج، التخطيط للمشروع. ثم مرحلة الاكسكيوشن، التنفيذ. يواكب مرحلة الاكسكيوشن مونيتورينج اند كنترول، المتابعة والمراقبة والتحكم وتصحيح المسار إذا كان يوجد ما يستدعي ذلك. وكثير من الناس يتوقف عند هذه المرحلة ويغفل المرحلة الخامسة اللي هي في غاية الأهمية، ألا وهي project closing، تمام؟ اللي هي إنهاء المشروع بصورة ممنهجة أو صورة منظمة. وأهم ما يميز هذه المرحلة في النهاية هو وثيقة تخرج في نهاية المشروع، ألا وهي lessons learned، ما هي الدروس المستفادة. والدروس المستفادة تشمل إيه اللي عملناه صح بحيث إن إحنا نكرره في مشروعات قادمة، إيه اللي عملناه غلط بحيث إن إحنا ما نكرروش في المشروعات القادمة. فاحنا تعاملنا مع هذه الأزمة بهذه الصورة، وبصينا في النهاية ما هي الدروس المستفادة. كان واحد من الدروس المستفادة طبعا زي ما بنقول في الدكتور سيد امبارح كان بيكلمنا أظن عن الفيزيكس، مش كده؟ ففي الفيزيكس بيقولوا لما البندول لما بتاخده من أقصى اليمين وتسيبه يقع بيجرى إيه؟ حد عارف؟ يذهب إلى أقصى اليسار، مش كده؟ ويفضل يتأرجح ما بين اليمين واليسار حتى يصل في النهاية إلى مرحلة الاتزان. فلذلك كان في هجوم شديد على الإغاثة الإسلامية، وصلنا إلى مرحلة البندول في أقصى اليمين. فكان يجب من الإجراءات التصحيحية corrective actions والدروس المستفادة إن إحنا قصرا نأخذ البندول إلى أقصى اليسار. ما معنى أخذ البندول إلى أقصى اليسار؟ إحنا أتينا من قبل السوشيال ميديا. ما كانش فيه سوشيال ميديا بوليسي داخل المؤسسة، كان كل فرد من المؤسسة، وطبعا كلكم حضراتكم ما يسمى في الغرب بأكتيفيست، ما انتوش أفراد عاديين، انتوا اللي حملكم على هذا العمل في المجال الإغاثي والمجال الإنساني، اهتمامكم وتعايشكم مع المشاكل التي تمر بها المجتمعات، فأنتم لستم كأي فرد يشاهد المشكلة ولا يتحرك لها. الأكتيفيست دايما عنده عاطفة وعنده يحب ان هو يعبر عن هذه العاطفة. ما الذي يسمح به وما الذي لا يسمح به؟ الحقيقة احنا عشان ناخد البندول الى اقصى اليسار قلنا يا اخوانا اللي بيقبل انه يكون في مجلس الامناء او بيقبل انه يكون في منصب قيادي في المؤسسة هنعطل عنده مسألة الاكتف سوشيال ميديا. المواطن العادي من حقه أن يكون له السوشيال ميديا ويعبر عن رأيه بكل حرية، لكن أنت لست مواطن عادي. حينما تقبلت هذه المسؤولية كعضو في مجلس أمناء أو كمسؤول تنفيذي عليك مسؤولية أكبر من أي مواطن عادي، وبالتالي الضغط عليك والنظر عليك أعلى، وبالتالي هنحط عليك قيود أكتر. وهذه القيود قد تكون في البداية قيود صارمة جدا، لأن احنا لازم ناخد البندلوم إلى أقصى اليسار، ثم بالتدريج هيبتدي يتأرجح حتى يصل بعد فترة إلى مرحلة الاتزان في النص. وقف كل السوشيال ميديا، وبعد كده نشوف شوية بشوية نحط بوليسي أو سياسة أو بروسيس للسوشيال ميديا، ما الذي يجب كتابته وما الذي لا يجب كتابته وإلى غير ذلك، ما هي حدود الانجيجمنت وما هي حدود التوقف. لما هذا الأمر يصير متعارف عليه ومتفق عليه داخل المؤسسة هنبتدي يمكن شوية بشوية إذا حسينا أن الكل ملتزم وفهم أبعاد هذه القضية أن احنا نخفف من هذه القيود يعني شوية بشوية بحيث يسمح ببعض هذه الأمور. كان أيضا من الدروس المستفادة من خلال هذا العمل، والعلي يعني أنا أشارك الحقيقة هذه العبر والعظات أو الدروس المستفادة لأنه إخواني وأخواتي القائمين على المؤسسات أرجو أن هم يستفيدوا منها. يعني زي ما بيقولوا العاقل من يتعظ بخطئ غيره، مش كده؟ او العاقل من يتعظ بخطئه
لكن الأعقل من يتطعب بخطأ غيري، أنا مش لازم أن أعمل خطأ عشان أتطعب منه، لو حد تاني عمله المفروض أن أنا أتطعب منه. كان أيضا من القرارات التي توصلنا إليها أنه، وهي قرارات يمكن شديدة شوية لكن كانت ضرورية، أن إحنا استعنا بجهة خارجية طرف ثالث لعمل فيتنج أو يعني تقييم لكل أعضاء مجالس الأمناء حول العالم ولكل المسؤولين التنفيذيين حول العالم، وللنظر في السوشيال ميديا أكاونتس بتاعتهم كلها، فيسبوك، تويتر، واتساب، وغيره وغيره، ولمتابعة ما يكتبون وما يكتب عنهم، الأكتيف والباسيف سوشيال ميديا انتراكشنز. وشكلنا لجنة تقوم بمتابعة التقارير القادمة من هذه الجهة لتقيم ما إذا كان عملوا زي إشارات المرور أخضر أصفر أحمر. الأخضر معناه أنه ما فيش منه أي خطر، الأصفر خلي بالك، الأحمر في خطوط حمراء يجب أن احنا نراعي هذه الخطوط لأن ممكن تكون مصدر للخطر في المستقبل. حتى الآن تم عمل هذا التقرير لحوالي 172 مسؤول في الإغاثة الإسلامية حول العالم. كل تقرير من هذه التقارير بيتكلف حوالي 2000 باوندز، 2000 جنيه استرليني، لكم أن تتخيلوا هذا المبلغ. طبعا هذا المبلغ مبلغ ضخم جدا، لكن في مقابل الحفاظ على مصداقية وشفافية وسمعة المؤسسة أعتقد أنه هو يعني it's worth it، يستحق. حتى أن كل يعرف ما هي الحدود التي يجب الالتزام بها، بعد كده الأمور إن شاء الله تسير في صورة أيسر من ذلك. من الدروس المستفادة أيضا والتي أذكر بها أخواتي وإخواني، منظماتنا يجب أن يكون عندها ما يسمى بالزيرو توليرانس، زيرو توليرانس، صفر في السماحية فيما يتعلق بالكومبلاينس. الكومبلاينس اللي هي أنا مين هيترجمها معايا؟ نعم؟ لا، الكومبلاينس مش ملاحظات، الامتثال. جزاكم الله خيرا، فتح الله عليكم. الامتثال، كل منا يعمل في بلد يخضع لقوانين هذا البلد، والبعض منا يعمل في عدة بلاد فيخضع لقوانين عدة بلاد. الإغاثة الإسلامية تعمل في 42 دولة، في بعض واحد حد من الإخوة والأخوات النهاردة الصبح ذكر 60 أو 70، لا هم 42، 42 دولة بتعمل فيهم الإغاثة الإسلامية. وبذلك لك أن تتخيل إن إحنا عندنا 42 قانون مختلف يجب أن نمتثل له. هذه compliance مكلفة، لكن الاستهتار بها أو عدم العناية بها يؤدي إلى إغلاق المؤسسة. كان أيضا من الدروس المستفادة أنه مؤسسة الإغاثة الإسلامية مؤسسة إنسانية إغاثية وليست مؤسسة حقوق إنسان. وخلوا بالكم من الكلام يا أخواننا، لما بنتكلم على humanitarian مختلف عن human rights، humanitarian مختلف عن human rights. بمعنى إسلامك ريف تعمل في بنغلاديش، من السهل جدا على إسلامك ريف انها تقول والله يا اخوانا المعاملة التي بتعمل في ميانمار ايضا، من السهل جدا إسلامك ريف او حد في إسلامك ريف يقول الممارسات التي تعرض لها الإخوة والأخوات الروهينجا في ميانمار وفي بنغلاديش غير سليمة وظالمة ومناهضة لحقوق الإنسان وإلى غير ذلك. ممكن واحد يكتب في هذا كتب، تمام، لكن أبسط شيء لما يكتب هذا الكلام اللي هو صحيح إن حكومة بنغلاديش تقول والله خلاص مش عاجبكم هنمنعكم من العمل في بلدنا. ميانمار هتقول نفس الشيء. من المتضرر في هذه الحالة؟ الروهينجا اللي احنا كنا بنحاول ندافع عنه، تمام. في بعض الاحيان تكون المشكله كبيره جدا بحيث لا يمكن السكوت عنها، هي مساله توازن مصالح ومفاسد دائما، وليس هناك
ابيض واسود فيها. هي دايما احنا بنعمل في الاريا الرماديه بدرجات مختلفه من اللون الرمادي. فعلى سبيل المثال الاخوه الويجر في الصين قضيتهم قضيه يعني ماساويه. وكان علشان نقدر نتكلم بالنيابه عن الاخوه الويجر ونعمل اويرنس او يعني توعيه للمتبرعين ونعمل حملات لمناصره الويجر، ما نقدرش ان احنا نعمل الكلام ده واحنا بنشتغل في الصين. فكان هناك قرار صعب جدا باغلاق مكتب الصين. فهنا يعني احنا بنحاول نوازن ما بين مصالح ومفاسد. هل اغلاق مكتب الصين فيه مصالح؟ قد لا يكون فيه مصالح، لكن السكوت عن مأساة اخوة الويجر فيه مفاسد. فهي مسألة توازنات، وهذه التوازنات تتغير بحيث انه ممكن في المستقبل هذا القرار يعني اذا تغيرت الظروف يعكس. كذلك الوضع في روسيا. الدكتور هاني امبارح اتكلم على الحرب في اوكرانيا. احنا لينا مشروعات ما زالت منذ ازمه الشيشان الاولى ما زلنا موجودين وبنعمل في روسيا في كروزني مع الاخوه الشيشان الموجودين هناك. طيب اسلاميك ريليف هيكون ايه موقفها من الحرب الاوكرانيه؟ طبعا ادمنا الحرب الاوكرانيه بمنتهى القوه ومنتهى الوضوح كما ادمها الكثيرون. هل الحل في هذه الحاله ان احنا نخرج من روسيا زي ما كثير من المنظمات الاغاثيه خرجت من روسيا؟ روسيا قالت الحقيقه، قالت اللي عايز يخرج يخرج، بس اللي هيخرج مش هيرجع تاني. فهنا اصبح ايضا توازن للمصالح والمفاسد. وكان القرار البقاء في روسيا للإبقاء على مشروعاتنا المتبقية في غروزني وفي شاشني. فاللي أنا أقصده أنه المسألة ما هياش مسألة سهلة، والمسؤولية الموجودة عند حضراتكم ما هياش مسؤولية سهلة، والقرار اللي بيتخذ النهاردة ممكن أنه هو يعكس بكرة. لكن لازم يكون هناك هوية واضحة للمؤسسة وتوجه واضح للمؤسسة بناء عليه تتخذ هذه القرارات. هذه القرارات ليست قرارات عشوائية، مش عشان فلان قرر انه يقفل المكتب ده او فلان عايز يفتح المكتب ده هواء شخصية ابدا. احنا بنبص في النهاية المصلحة العامة للاخوة والاخوات اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني استودعنا ان احنا نخدمهم ونكون جسر ما بين المتبرع واصحاب الحق علينا، اللي هم بيسموهم بالانجليزي، ودي كلمه على فكره اصحاب الحقوق هي مترجمه من الانجليزيه rights holders. فبالتالي دي مسؤوليه كبيره يجب ان احنا نستشعرها. هل يعني ذلك ان احنا لا نخطئ؟ نحن نخطئ ونخطئ كثيرا، لكن المهم ان احنا نتعلم من هذا الخطا ولا نكرره. بنتكلم على zero tolerance في امور معينه، لكن مش في كل الامور. ما ينفعش مؤسسه تكون فيها زيرو توليرنس لاي اخطاء، تبقى مؤسسه صعبه جدا العمل فيها. امبارح انا كنت بتكلم مع حد وذكر اسم جاك ويلش. حد يعرف مين جاك ويلش او يسمع الاسم ده؟ باشمهندس ايهاب، مين جاك ويلش؟ المدير التنفيذي لجنرال الكتريك لفتره طويله من الزمن. تمام. جاك ويلش يعني هو علم من اعلام المانجمنت، ويعني كان ينظر اليه قاد شركه جنرال الكتريك وهي شركه عملاقه امريكيه الى ان وصل بها الى يعني مصاف عالي جدا. جاك ويلش له قصه لطيفه جدا بيحكيها. هو التريننج بتاعه او التعليم بتاعه كان كمهندس كيميائي، وبدا حياته كمهندس كيميائي. بيقول اول عمل ليا كان في مصنع كيماويات كمهندس كيميائي. وبيقول كنت المسؤول عن خلطة معينة، خلطة كيميائية معينة لإنتاج منتج محدد. بيقول في يوم أنا عملت الخلطة الكيميائية وديتها للمصنع بخط الإنتاج عشان يصنعها، خلطوها زي ما اديتها لهم بالظبط، وكانت النتيجة انفجار شديد دمر المصنع تماما. أول القصيدة كفر، مش كده؟ فبيقول تاني يوم، انا طبعا مش عارف، تاني يوم انا رايح اتقدم باستقالتي يعني، فهو داخل المبنى قالوا له ده مدير رئيس المصنع عايز يقابلك. قال طب عايز يقابلني هيعمل لي ايه يعني؟ هيديني مكافاه؟ فرئيس المصنع ساله ايه اللي حصل امبارح؟
قال له والله يعني اللي حصل انفجار. قال له ايه اللي عمل الانفجار ده؟ قال له انا عملت خلطة كيميائية وديتها للخط الانتاج في المصنع عشان يصنعها، وواضح ان الخلطة الكيميائية دي كانت غلط ونتج عنها الانفجار. قال له طب اتعلمت من كده ايه؟ قال له اتعلمت ان انا لازم اراجع الحسابات بتاعتي واتأكد من الوصفات اللي انا بعملها. قال له طيب ارجع شغلك وما تكررش الخطأ ده تاني. فهو يقول انا اتعلمت من هذا الموقف درس لا انساه، انه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في معنى الحديث، الحديث جميل جدا يعني، اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود. تمام؟ بمعنى ايه؟ بمعنى مش معقول يبقى خطأ، يبقى اللي بيسموه فيتال ميستيك، خطأ قاتل، الا الحدود دي اللي ما فيهاش فصال. لكن فيما عدا ذلك خلينا نشوف هل الشخص ده تعلم من هذا الخطأ ولا لا. اكيد اللي عمل هذا الخطأ مش معقول لو كان شخص يعني عنده شوية عقل هيكرر هذا الخطأ تاني، وإلا ساعتها بقى لو كرره تاني لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مش كده؟ يبقى في هذه الحالة ده مش بس ترفضه، ده يعني يستاهل أكثر من ذلك. أنا هسألكم سؤال ونجاوب عليه برفع الإيدين ممكن؟ بس عايزين شفافية. خلاص؟ المنظمة اللي مصروفاتها الإدارية تزيد عن 20% ترفع إيدها. طيب المنظمة التي مصروفاتها الإدارية تقل عن 5% ترفع إيدها. طب الحمد لله ما عندناش حتى كذاب هنا. أنا بسأل السؤال ده ليه يا إخوانا؟ لأنه بنلاقي بعض المنظمات بتدعي خطأ ان مصروفاتها الإدارية 0%، 1%، 2%، 3% وإلى غير ذلك. هذه المنظمات هي عدو لنا، لأنها تشوه صورة العمل الإسلامي وتعطي فكرة خاطئة عند المتبرع. في الأمثال العربية يقول لك إيه؟ عدو عاقل ماله؟ خير من صديق جاهل، مش كده؟ بس صديق عاقل أحسن من الاثنين. فبالتالي إحنا صديقنا هو مين؟ المتبرع. وبالتالي يجب أن أنا أطلعه من مبدأ الشفافية ومن مبدأ المصارحة، أن أنا أخليه شريكي في الأمر. أنا لما تكون مصروفاتي الإدارية 22% أو 23% يجب أن أنا أوضح ذلك للمتبرع حتى يعرف. السؤال اللي العدل الكثير من حضراتكم تسألوا، الباوند أو اليورو أو الدولار اللي أنا بديهولك بيصل مستحقه يعني الريسيبيانت أو البنفيشري أو الرايتس هولدر بيصل منه قد إيه؟ ده حد كم واحد ما سألش السؤال ده؟ خلينا نشوف شو اوف هاندز برضه. كم واحد ما سألش السؤال ده؟ ده سؤال منطقي جدا. ما سألتش حضرتك السؤال ده ولا مرة؟ انت اشتغلت مع كم واحد بالظبط؟ تلات انفار؟ طب ما هي الناس الغلبة برضه عايزة تعرف فلوسها تروح فين؟ مش كده؟ ده من باب أولى. عفوا؟ انت ايش بيصل للمستفيد بشكل مباشر؟ نعم نعم، ده طبيعي ومن حقه أن يسأل هذا السؤال. تمام؟ أنا لما بيجي حد يسألني هذا السؤال بقول له عندك نص ساعة، لأن هذا السؤال لا يجاب عنه برقم وإنما يجاب عنه بمذكرة تفسيرية، مش كده؟ أقول له أنا لو أنت اديتني 100 دولار، تمام؟ تبرعت لي 100 دولار وأنا خدت ال 100 دولار دول وعزمت بيهم عضو في الكونجرس على العشاء، تمام؟ وكانت نتيجة العشاء ده ان اخدت دعم من جهة حكومية 100,000 دولار، يبقى الريتيرن اون انفستمنت قد ايه؟
العائد على الاستثمار قد ايه؟ ال $100 اللي انت اديتهالي بقت كام؟ بقت 100,000. خلاص؟ يبقى صاحب الحق وصلوا قد ايه؟ وصلوا 100,000. هل هذا استخدام جيد لل $100 ولا لا؟ في حد هيقول لا؟ ما اعتقدش ان حد هيقول لا، مش كده؟ لكن مستحق الدعم او يعني مستحق الخدمه صاحب الحق وصلوا قد ايه من ال $100 دول؟ لا شيء. طيب انت اديتني $100 تانيين وانا رحت حفرت بيهم بئر في كينيا او في مالي وحطيت عليه سولار بانل ومضخه لاستخراج الماء من هذا البئر، اهل القريه المحيطه بهذا البئر وصلهم من ال $100 دول قد ايه؟ ولا شيء. لكن القيمه اللي هم استفادوها من هذا البئر قد ايه؟ اكتر بكثير من قيمه ال $100. اذا السؤال ما هوش سؤال بسيط ولا سؤال سهل ولا يجاب عليه برقم. انا ممكن اقول له والله انا عندي شركه زي جوجل او زي مايكروسوفت بتعمل ما يسمى بالماتشنج فاندز، لما بيكون عندها متبرع موظف في هذه الشركه وبيدفع $100 الشركه بتدفع $100 تاني، يبقى اذا ال $100 اصبحوا 200، تمام؟ لكن لو لم يكن هناك البرنامج ده مع هذه الشركه هتفضل ال $100 100 او اقل. اذا يجب ان احنا نعرف ونعامل الاخوه المتبرعين نعاملهم بذكائهم وبذكائنا، وما ينفعش ان احنا نخبي عنهم حاجه، لازم يكونوا شركاء لينا في صناعه القرار. اقول له والله انا علشان اقدر اقدم الخدمه اللي انا بأديها في 42 دوله لازم يكون عندي قسم قانوني عشان يتولى متابعه العقود ومتابعه القوانين الموجوده في 42 دوله دول، والا ممكن اخالف احد هذه القوانين فتقفل المؤسسه. ضروري ان يكون عندي قسم قانوني ولا لا؟ يقول لي ايوه. طيب انا لازم يكون عندي كمبيوتر سيستم يقدر يتخاطب مع 42 دوله والمكاتب الميدانيه والى غير ذلك لمتابعه الاداء وجمع البيانات وجمع المعلومات والوصول الى المعرفه ثم المعرفه المؤسسيه ثم اغلاق الدائره بالدروس المستفاده والى غير ذلك. ضروري ولا مش ضروري؟ هيقول لي ضروري. طيب احنا عندنا القاعده الفقهيه اللي هي ايه؟ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لما نخاطب الناس بذكاء وبمنطق هيتفهموا هذا الامر. تمام ان شاء الله، انا كمان دقيقتين واخلص باذن الله. المؤسسه خلينا نتكلم برضه، احنا نتكلم هنا مع قيادات الحمد لله كلها موجوده. ما فيش حد فينا يا اخواننا ما يسمى بـ indispensable، لا يمكن الاستغناء عنه، كلنا يمكن الاستغناء عنه. هناك مثل انجليزي جميل بيقول لك the graveyard is full of indispensable people، المقابر ملأة بأناس كانوا يظنون أنه لا يمكن الاستغناء عنه، لكن اللي حصل إيه؟ ماتوا. إذا انهارت المؤسسة باختفاء هذا الشخص فهي مؤسسة لا تستحق الوجود من الأساس. لكن إذا كنا بنتكلم على عمل مؤسسي، المؤسسة في غيابي تعمل أفضل من وجودي، دي تبقى مؤسسة ناجحة. فبالتالي يجب أن احنا يكون عندنا الأخت نجلاء لما اتسألت عن المرونة، مش كده؟ حضرتك سألتي عن المرونة، أنا عشان راجل مهندس بهجاوبك على المرونة من وجهة نظر فيزياء ومن وجهة نظر هندسية. المرونة هي عودة الشيء إلى طبيعته بعد زوال الضغط المؤثر عليه، ده هو تعريف المرونة، التعريف العلمي والهندسي للمرونة. فبالتالي إن احنا يكون عندنا مرونة، إن في ضغوط بتتحط علينا ثم الضغوط بتتشال نقدر نرجع تاني والباونس باك زي ما بيقولوا، نرجع افضل حتى مما كنا. وده يستدعي المؤسسه يكون فيها ريزيلينس، يكون فيها ده برضه التعبيرات اللي بتستخدم للمرونه، ويجب ان يكون في نعم
بيسموها صمود احيانا. هي مش صمود قوي، لا ريزيستنس يمكن، ممكن مقاومه او، لكن ريزيلينس هي نوع برضه من يعني تشمل مرونه وصمود مع بعض. وكذلك يكون فيها ريدندنس. ريدندنس بمعنى ايه؟ بمعنى انه والله انا عندي مدير مشروعات، ومدير المشروعات ده جاله عرض افضل في اوكسفام هيدفعوا له ضعف المرتب، وساب المؤسسه وراح يشتغل في اوكسفام، هنقف احنا ولا هنقدر نستكمل؟ في حد تاني يقدر يسد محله ويكمل الدور؟ كل هذه الامور محتاجه فلوس، وكل هذه الامور هتيجي من ميزانياتنا. الذكاء طبعا ان احنا يعني نراعي الله سبحانه وتعالى في هذا الانفاق، لان ده مال الله سبحانه وتعالى ومال احنا مؤتمنين عليه. فهختم ان شاء الله بكلمة أخيرة كان قالها الدكتور هاني امبارح وأنا أتفق معاه فيها، لكن أزيد عليها شوية. لما بيقول إحنا محتاجين قادة، مش كده؟ إحنا محتاجين قادة، بس أشد من احتياجنا للقادة محتاجين جنود. أنا شاركت النهاردة في الغداء مع بعض الإخوة كلمة جميلة، لما سئل سيدنا علي رضي الله عنه من واحد ذو نية شريرة، سألوا ما بال الفتن قد كثرت في عهدك ولم تكن كذلك في عهد عمر. صحيح كان في فتن كثيرة في عهد سيدنا علي رضي الله عنه، وما كانتش كده في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه. قال له ايه؟ قال له ان عمرا كان يحكم اناسا امثالي، وانا احكم اناسا امثالك. فالعيب مش فيا، العيب فيك. العيب مش في القائد، العيب في الجندي. اللي ما يعرفش يكون جندي كويس لا يمكن انه يكون قائد كويس. امبارح الدكتور عصام مشكورا لما تكلم على موقف سيدنا خالد رضي الله عنه لما جاله خطاب العزل، لانه جندي جيد كان قائد جيد والعكس صحيح. فانا اخدم هنا المداخلة بتاعتي ان شاء الله، وياريت لو حضراتكم عندكم اسئلة استطيع الاجابة عليها او نتناقش حولها ان شاء الله، يبقى جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.